راديو تي في وهذه عناوينها. الموازنة على بعد خطوات من التصويت، نقاشات المشرعين تنحصر بردم العجز ومساندة الإيراد النفطي بالضرائب. برلمان كردستان يلتئم بجلسة عاصفة تعيد الانقسام ويفعل مفوضية الانتخابات بأغلبية البارتي وانسحاب اليكاتين. آلاف العوائل تهجر القرى والأرياف في بؤرة الجفاف، ومنظمات محلية تحذر من تغيير ديموغرافي بفعل التصحر في ذي قار. إيران تقطع الغاز عن العراق وتربك حسابات الصيف، بغداد تحرق المصاحبة وترهن المنظومة الوطنية بالمستورد. الموازنة تقطع خطواتها الأخيرة قبل الوصول إلى مرحلة التصويت تحت قبة بيت التشريع. بنود عدة ما تزال عالقة، منها حصص الإقليم المالية والمشاريع الاستراتيجية. أما الضرائب والجباية فحسمت اليوم بإقرارها في اجتماع المالية النيابية، ولن يطول الوقت حتى يعلن إنجاز مراجعة جميع مواد وبنود مشروع القانون الذي ينتظر منذ أشهر توافقا سياسيا حول مبالغه الأعلى في تاريخ العراق والعجز الأكبر كذلك، ناهيك عن حصص المحافظات المرتبطة بتنفيذ مشاريع خدمية نص عليها البرنامج الحكومي. حجم العجز والضرائب والجباية بالإضافة إلى حصص المحافظات والإقليم المالية جملة نقاط يؤشرها المشرعون على مشروع قانون الموازنة العالق إلى الآن في نقاشات المالية النيابية. آخر مستجدات إقرار الموازنة نتابعها بهذا التقرير. على بعد خطوة من التصويت على مشروع الموازنة الاتحادية، تتزاحم الاجتماعات وتدخل الاتفاقات المنعطف الأخير قبل تمرير واحدة من أهم موازنات البلاد بحجمها الثلاثي. في البرلمان ترتفع أصوات الاعتراض ضد بعض الفقرات، وأهمها ردم العجز بالضرائب، حيث تشير مصادر نيابية عن مساعٍ لفرض ضرائب على الوقود وبطاقات تعبئة الهاتف والإنترنت، وقد تنتقل إلى السفر وغيرها من الأبواب لمساندة الإيراد النفطي، وهو ما يجده نواب آخرون مجحفا بحق المواطن المثقل ماديا، داعين إلى إيجاد طرق بديلة. طبعا مجلس النواب لا يشجع فرض ضرائب تثقل كاهل المواطن في الخدمات البسيطة. أنا أعتقد أكو سياق واضح أنه جزء من هذه الضرائب يعني بيصير لها تنسيق ويا الشركات المستفيدة اللي هي تأخذ أرباح عالية، ومن الممكن جزء من هذه الأرباح تغطي هذه الضرائب، يعني الضريبة لا تصير عبء على المواطن. ومع انتصاف السنة المالية الحالية، فإن حجم العجز المتوقع قد ينخفض، إذ لا تكفي المدة المتبقية لتنفيذ أبواب الصرف كافة، بينما ستدخل الجهات المعنية صراعا آخر خلال العامين المقبلين مع العجز. مسألة العجز احنا لا تنسى بالشهر السادس حاليا، بالتالي عمليا الموازنة راح تكون موازنة 6 أشهر. اللجنة المالية حسب معلوماتي هي متجهة بأنه إبقاء الموازنة على وضعها الحالي 199 تريليون، وبالتالي عمليا يعني ما صرف خلال 6 أشهر هو على مبدأ 1/12، والصرف الفعلي للموازنة هو يبدأ من تاريخ نشرها في جريدة الوقائع الرسمية. الخلافات حاضرة حول الموازنة، وبالتحديد في بنود حصص المحافظات وإجراء مناقلات بينها وبين الوزارات مع دخول الأقليم على خط الاعتراض حول حصته المالية، إلا أن الاجتماعات السياسية قبل الفنية هي ما يعول عليها لحسم تمرير الموازنة في الوقت القريب. علي أسد يو تي في بغداد. النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمى خليل أكد أن المواد الخلافية المتبقية في مشروع قانون الموازنة يتعلق أغلبها بحصة الإقليم المالية. جرى داخل اللجنة إقرار أغلب المواد، التصويت عليها جرى التصويت عليها، وبقت مواد قليلة هي مثار اختلاف الرأي
وتجري مناقشات منذ أيام عليها، والجزء الأعظم منها هي ما يتعلق بالحقوق وأقليم كردستان وحصتها من الموازنة، وبدت منذ البارحة بهنالك أجواء أكثر جدية، وهناك نستطيع أن نقول حلحلة للموضوع، ويجري ولو ببطء مناقشة الفقرات وخاصة 12 و13 و14. من جانبه قال النائب أمير المعموري إن قانون الموازنة سيصل إلى مجلس النواب للتصويت عليه خلال هذا الأسبوع، مضيفا أن البنود المختلف عليها تتعلق بحصص المحافظات والمشاريع الاستراتيجية. الموازنة إن شاء الله بعد قراءة القراءة الأولى والقراءة الثانية الآن على بوادر إن شاء الله إرسالها إلى مجلس النواب من قبل اللجنة المالية بعد أن أكملت مالديها. خلال هذا الأسبوع ننتظر وصولها إلى مجلس النواب من قبل اللجنة المالية. حقيقة هناك موجودة بعض الاختلافات الموجودة بخصوص بعض البنود، ما زالت المباحثات جارية لغرض تضمينها سواء ممن يخص حقوق المحافظات وإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية، وبعضها تخص شرائح المجتمع. في هذا الوقت صوتت اللجنة المالية النيابية على بند في الموازنة يتعلق باستيفاء رسوم السفر الخارجي ومبيعات البنزين والنفط الأسود والغاز بما لا يؤثر في سعر البيع للمواطنين. وذكر بيان رسمي أن المالية النيابية راجعت بعض البنود في الموازنة، منها ما يتعلق بالوظائف القيادية لمن هم بدرجة مدير عام وآلية منحهم إجازة 5 سنوات أو إحالتهم إلى التقاعد، فضلا عن استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين إلى التقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة الذمة على أن تسترجع بعد إكمال الإجراءات، إلى جانب موضوع المباني والعقارات التابعة لوزارة الخارجية خارج العراق للاستفادة منها. لمزيد من التفاصيل عن الموازنة الاتحادية ينضم إلينا الآن مباشرة الخبير الاقتصادي الدكتور دريد العنيزي. دكتور أهلا بك. يعني بكل هذه الخلافات وبعض الأمور والنقاط التي ما زالت عالقة، هل تتوقع تمرير الموازنة هذا الأسبوع، خصوصا أن المشرعون يتحدثون عن إتمام أغلب المواد ولم تتبقى إلى ربما عائق وهو حصة الإقليم وحصص المحافظات وكذلك المشاريع الاستراتيجية؟ السلام عليكم، شكرا على الدعوة. يعني احنا من البداية قبل سنين قلنا المواضيع اللي المعلقة تتأجل حتى الموازنة بشكل عام يعني بنسبة عالية تترحل للتنفيذ. يعني إذا احنا موافقين على 90% من الموازنة، ال10% تتحلحل بالتدريج ويلقوا لها آلية. واكو فقرة كلش مهمة، إلى حد الآن ما درينا على أي أساس توزع المبالغ. إذا هناك قانون وإذا هناك اللجنة القانونية تدرس مقترح قانون آلية التوزيع الحصص للمحافظات والمبالغ الأولوية، يعني وزارة التخطيط شنو شغلها؟ ما عندها فجداول معينة تزود اللجنة القانونية؟ احنا كل سنة نعيد صلاتنا كل سنة، يعني حتى العالم ينظر لنا نظرة يعني كلش باردة. انتوا شنو الخلافات على والله الوسط والجنوب، ليش الشيء مالك بيه؟ يعني اخلي قاعده ثابته الجميع يتفقون عليها، عدد النفوس، نسبه زياده النفوس، نسبه التضخم، وضعها المادي كوزاره كدوله، العفو كدوله، وبعدين ثم كوزاره أدخل بها خطوط عملية، يعني ما تقبل المراجعة إلا بشكل جزئي، بحيث لما تجي الموازنة من مجلس الوزراء هاي الخطط متبعة،
يا اخي دخلني يقعد مجلس الوزراء ويقعدون البرلمان في اجتماعات متتاليه ويناقشون هذا القانون. هذا القانون يحل عمليه التاخير بالموازنه. يعني دكتور دريد، يعني من كلامك هل تتوقع انه هذا الاسبوع ربما سيصوتون على الموازنه او لا؟ والله احنا الى حد الان ادق معلومات دقيقه ما عندنا، بنعتمد على التصريحات، وهي التصريحات صار لها شهرين او ثلاثه، كل يوم اسبوع الجاي واسبوع الجاي. يعني احنا نريد منهم في التصريح رسمي منطقي معقول حتى نقول ايه، ثم اذا طلعت الموازنه يعني شنو اللي راح يتغير؟ هاي ست شهور طارت وقبلها 15 موازنة طارت من عمر المواطن، من موضوعة التخصيصات، وهسد القضوة اللي وراء المواطن. طيب يقلصون عليه، يفرضون عليه ضرائب. طيب بخصوص ذكرك للمواطن اليوم، اللجنة المالية البرلمانية صوتت على بند في الموازنة وهو ينص على استيفاء رسوم السفر الخارجي بالإضافة إلى مبيعات الوقود بما لا يؤثر بسعر البيع للمواطن. شلون ممكن لرسوم تخلو من التأثير؟ يعني موضوعة مضحكة. أنت راح تأخذ رسم على بطائق السفر ولمن المواطن، والبنك المركزي نطاق تخفيض تريد ترجعه تأخذه، يعني أدري واحد ينطي واحد يأخذ، وصلوا للنتيجة معينة. يعني خلونا المواطن من ينطي البنك المركزي 1320 وتجي أنت تأخذ رسوم عليها، لا لو مشتري من السوق السوداء هو يحسن له. يا أخي ما يصير، يعني والله إذا يلعبون لعب بمقدرات المواطن. بعدين أنا على ما موضوع الرسوم على الكارتات، يعني هذا طلب عن طريق قناتكم الكريمة إلى السيدة وزيرة النقل، العفو الاتصالات، نعم، عندها إمكانية حساب كلف كل منجزاتها أو كل مشاريعها لشركات الاتصالات، كم مرة أعيد استرجاع رأس المال اللي صرفته. الآن كلفة كل الشركة دولار، كلفة دفترية، لأن معادة أرباحها خيالية. شقد تطلبها الوزارة؟ 7 مليارات أو أكثر، والمبالغ اللي سددت سابقا حسبت عليها فوائد. الآن هذا الطلب أطروحها أمام السيدة الوزيرة. يعني بمعنى دكتور، كل دكتور يعني كل شركة، بس اسمح لي كل شركة شقد مطلوبة وكم مرة استعادت رأس المال والكلفة مالها؟ كل شركة مطلوبة 2 مليار، أتنازل عن 1 مليار، أتنازل عن 1 مليار للشركة، تبقى مطلوبة 1 مليار، وأقول لها أخذ نسبة من ملكية الشركة، معناته الوزارة راح تشارك الشركات، معناته 50% أخذ والإدارة تبقى عليها، أخذ 50% بتنازل عن 1 مليار دولار. نعم، 1 مليار دولار مو لعب، من كل شركة يبقى 1 مليار مطلوبة تسددها بأقساط من الأرباح، أنا موجود معاها 50%، معناته أنا من كل شركات الثلاثة أو الأربعة ما أخذ لي 2 مليار دولار سنويا، يا ضرائب على المواطن. ما هو هذا رتسلك عليه دكتور؟ سفر من دكتور هو هذا رتسلك عليه، بمعنى هل يعقل أنه الجباية وفرض الضرائب اللي تثقل كاهل المواطنين هل رح يقلل من العجز الهائل بهاي الموازنة؟ أستاذي العزيز، كل الاقتصاديين يقولون العراقيين في موقف، العراق في موقف مالي، والعراق في موقف اقتصادي، والعراق عنده كذا مليار وكذا تريليون، سواء بالبنك المركزي أو بالذهب أو بالخزينة مال الأمريكان بالسندات الخزينة، شو ما انعكست على الموازنة. أنا هالمليار تريليونات اللي أمريكا والمليارات ليش بدها تنعزل على الواقع الاقتصادي اللي خصص هذا العجز؟
اللي خصص هذا العجز خلي يطلع بالتلفزيون ينطينا تبريرات هذا التخصيص، خلي يطلع شوف شنو هذا التخصيص، بعدين أنت تجي تفرض ضريبة على المواطن. يا مجلس النواب يا اللجنة المالية، أنت تدري 250 ألف مواطن عراقي يحصلون سنويا 40 مليار دولار؟ يدري المواطن 100 ألف في المستويات الرئاسية الثلاث و150 ألف درجات أخرى، كل مجموعة 20 مليار دولار سنويا. ما تروح تخفضها لهذه يا أخي، هذه بوحدها ثلثين الموازنة، وهاي 250 ألف 250 ألف مواطن يأخذون أكثر من الموظفين والمتقاعدين. نعم. شنو الامتيازات اللي يقدموها إلي أنا كمواطن؟ شنو؟ شنو اللي شعرت به؟ الكهرباء والماء والغلاء وتحلحل سعر الدولار والمخدرات والبطالة. أبتدوا تأخذون من الموازنة 40 مليار دولار، 250 ألف شخص. شنو اللي قدمتوه طيب لهذا البلد؟ وشنو اللي عطيتوه؟ أخي العزيز، إذا أعيدت خلت قرها الموازنة، نعم، آمنا بالله، لكن فيما بعد أوجد القوانين. يعني ترى القوانين مالنا بس لأشخاص، لفائدة أشخاص مو لفائدة المواطن. وهي أبسط مثال، أنه أنا بهالتريليونات اللي عندي وهالضخامة المالية وهالاحتياطي النفطي وهالبذخل، بس الإفادات من يطلعون ولا تبني مشاريع. أخي ادخل على ملكية هاي ثلاث شركات مال الاتصالات، إذا تجمعها أنا أبني ميناء الفاو وخط السكك الحديد، أنا أبنيها، أجيب شركات وأعطيها بالقطارة تبني لنا. لا استثمار عمي، أكو عندنا مبالغ ضائعة تائهة وضد مصلحة المواطن وضد التنمية وضد العراقيين كلهم عدا هاي الفئة الصغيرة. نعم. أشكرك جدا الخبير الاقتصادي الدكتور دريد العنيزي على هذه الإيضاحات. السوداني والانتخابات وبرلمان كردستان، يفعل المفوضية هذا الملف، سيكون بصحبة زميلة رويدة. تفضلي رويدة. شكرا ناطق، أهلا بكم مشاهدينا. جلسة عاصفة لبرلمان كردستان انتهت بالتصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات في الإقليم وتثبيت موعد الاقتراع بعد أن سادته موجة من الخلاف والانقسام في المواقف بين الكتل الكردية. جلسة عاصفة لبرلمان إقليم كردستان انتهت بتفعيل مفوضية الانتخابات والتصويت على عضوين جديدين فيها. الجلسة عقدت رغم انسحاب نواب الاتحاد الوطني وحركة التغيير منها بعد اعتراضهم على إدراج فقرة التصويت على المفوضية في جدول الأعمال. على ضوء الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس البرلمان في المادة 19، فلنائب الرئيس حق ممارسة جميع صلاحيات الرئيس في غيابه، كان النصاب مكتملا في الجلسة وجدول الأعمال قانوني بالكامل. 58 نائبا من أصل 111 صوتوا على تفعيل عمل المفوضية، نواب الديمقراطي الكردستاني ويمثلون الأغلبية داخل البرلمان اعتبروا إن التصويت ينهي الجدل حول موعد الانتخابات وإنها ستجري بموعدها في تشرين الثاني القادم، فيما أيدت كتل أخرى ذلك. كانت هناك اعتراضات من قبل الرئيس البرلمان وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن بسبب أنه كانت تم التصويت بالأغلبية على الاستمرار في الجلسة، لذلك استمرت الجلسة وتم إعادة الثقة
مجلس المفوضين التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان، وتم انتخاب عضوين كانت هناك شاغر في مجلس المفوضين، عضو للتركمان وعضو للحزب الديمقراطي الكردستاني، لتستطيع المفوضية أن تقوم بأدائها. كان بريار مدا. المناوشات عادت مرة أخرى، وهذه المرة عنوانها جلسة تفعيل المفوضية، إذ يصر البارتي أن تأجيلها من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونيا، فيما يقول اليكتي إن إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على الجلسة مخالفة للاتفاق السياسي، وهو ما ينذر بانقسام جديد. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. قال رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أن الحكومة تعمل على توفير ما تستلزمه الانتخابات وعمل مفوضيتها. وخلال زيارة لمفوضية الانتخابات بعد نحو أسبوع على تسمية رئاسة مجلس المفوضين، أكد السوداني أن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية ركن أساس للمحافظة على مهنية المفوضية وحيادية أدائها، مشددا على ضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية والمدنية وتبديد المخاوف وتلقي الملاحظات الداعمة لعمل المفوضية. وذكر رئيس الوزراء أن الأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية، واصفا الانتخابات بوسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة لتداول السلمي والدستوري للسلطة والمسؤولية. التقى رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر في مكتبه ببغداد عددا من قيادات التحالف والشخصيات المرشحة عن ديالة في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس التحالف أن الخنجر أكد خلال اللقاء أهمية اختيار الشخصيات المناسبة لتمثيل أهالي ديالة بكل أطيافهم، مشددا على ضرورة الحفاظ على التنوع الذي تتميز به المحافظة لكونها تمثل عراقا مصغرا، ومن واجب الجميع تغلب المصلحة العامة على المصالح الفئوية الضيقة. كشف عضو مجلس النواب سجاد سالم لبرنامج الحق يقال عن مفاتحة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بشأن تجاوزات ومخالفات لفصائل مسلحة على مصالح مواطنين في مدن الوسط والجنوب. كتبت إلى رئيس الوزراء حول تجاوزات وحول سيطرة على أراضي وحول تهجير ناس يعني من الريف إلى المدينة، حول قطع المياه عليهم. يعني هاي كل الحوادث ترى يومية هاي في الوسط والجنوب وتتكرر مع الأسف، وأكو خشية عند الناس بأنه تراجع المحاكم أو تشتكي قضائيا لأنه يتم تهديدهم بقوة السلاح. يا أخي عدنان، أنا شاهد على هذه الحوادث، والناس تنقل لي بشكل شبه يومي عن هذه المعاناة اللي موجودة. مع الأسف الآن يعني رجعت الخاوات إلى درجة كبيرة، ورجعت السيطرة على رجال الأعمال، واحد وضع المادة يتنفس شوية أو واحد عنده رأي سياسي. أكد وزير العدل خالد شواني المضي في فتح دائرة للتسجيل العقاري في سنجار وتمليك الأراضي للأزيديين. وخلال مؤتمر صحفي في الموصل أشار شواني إلى العمل على حل المشاكل المعرقلة للنهوض بواقع المؤسسات العدلية في نينوى. الدوائر الأخرى أيضا بحاجة إلى أن نفتحها في بعض الأقضية والنواحي المحررة التي الوضع الأمني لم تكن فيها مستتبة. الآن الحمد لله رجعت الوضع الأمني بشكل يعني استقرار في هذه المناطق موجودة، لذلك الأمر يتطلب منا كوزارة العدل أن نعيد فتح هذه الدوائر. وفي مقدمة هذه الأقضية قضاء سنجار صدر قرار من مجلس الوزراء بتمليك دور الأخوة اليزيديين في هذا القضاء، لذلك الأمر يتطلب أن يتم إعادة فتح مدير دائرة التسجيل العقاري في قضاء سنجار ونقلها من تلعفر اللي الدائرة الأصلية الآن تعمل في تلعفر، ونعيد افتتاحها في قضاء سنجار. نحو 3 ملايين سيارة تجوب شوارع بغداد متجاوزة طاقتها الاستيعابية بعشرة أضعاف، وسط دعوات لتوسيع الشوارع وإنشاء مجسرات وآفاق وطرق حولية لفك الاختناقات اليومية.
ازدحامات بغداد كابوس نهاري للمواطن يتكرر في كل يوم. ساعات يقضيها البغداديون متوقفين في معظم ساحات وتقاطعات العاصمة بسبب زحمة السير. تقريبا يوميا 4 ساعات 5 ساعات وقوف. زين؟ يعني ما سووا لها حل نهائيا. نحو 3 ملايين سيارة تجوب شوارع بغداد متجاوزة طاقة استيعاب الشوارع بعشرة أضعاف بحسب المرور العام. أما الحلول فهي تستدعي أولا توسيع الشوارع وإضافة العديد من المجسرات والأنفاق وزيادة الطرق الحولية للعاصمة، مشاريع بدأت الحكومة تنفيذها لكنها تحتاج إلى وقت لتبدو ملامحها وينعكس تأثيرها على الشوارع وازدحاماتها. الوقت الزمني اللي وضعته الخطة وزارة الإسكان والإعمار مع أمانة بغداد ومع الوكيل الفني في أمانة بغداد، الموضوع يطول خلال منتصف عام 24، يعني منا إلى سنة تقريبا راح تبين بوادر هذه الأنفاق والجسور والمجسرات، زائد الحولي حولي بغداد بالرنج الرابع اللي هو تبنت 100% وزارة الإسكان. ومن الحلول المهمة أيضا تحديد سير المركبات غير النظامية بالشارع كالتكاتك والدراجات وإحصاؤها وترقيمها وتحديد آليات استيرادها كما يرى مختصون. الازدحامات في بغداد أزمة يومية يعيشها المواطنون تتطلب حلولا استراتيجية بعيدة المدى ربما لن يظهر تأثيرها قبل سنوات. حيدر البدري، UTV، بغداد. موجة نزوح جماعي شهدتها قرى في الناصرية هربا من جفاف يحاصر الأراضي ويوقف سبل العيش، فيما توثق منظمات محلية معاناة العوائل المهاجرة نحو مدن أخرى. يقف حسن عفريت طويلا أمام منزل أخيه المهجور يتأمل ما تبقى من ذكريات ويتساءل هل سيغلق أبوابه ويلحق أخاه النازح إلى البصرة بعد أن حاصر الجفاف أرضهم وتوقفت معه كل سبل العيش المتاحة. والله وضع المي وضع تعبان وشغلتنا تعبانة، المواشي انتهت راحت، أهلنا شالة وأخوي هذا بيته يعني هاجر وشال، وما غير رحمة الله ورحمتكم. وين شال؟ شال للمزارع الزبير. في قرى شمال الناصرية تبدو أزمة الجفاف وانعكاساتها واضحة. هذه القرى المتناثرة نزح منها إلى كربلاء والبصرة قبل أشهر قليلة نحو 20 عائلة تركت كل شيء هنا ليلتحقوا بركب النزوح الذي سيطر على مشهد هذه المناطق بعد 4 مواسم جفاف قاسية أهلكت الزرع والضرع. من 50 بيت الهاجروا تقريبا بال30 أو 24 يعني تقريبا يعني عوائل هاجرت يعني هي وما تملك يعني العدة غراضة يعني شاهلا يعني ما بإلنية يرجع لها المنطقة لأن أي اسم عندها لا بها زراعة لا أي شيء. يعني قمنا نحفر الأبيار هاي قامت يطلع ماي مالح وقليل يعني. وتشكل المناطق الجنوبية من محافظة ذي قار بؤرة الجفاف وشح المياه لوقوعها في ذنائب الأنهر، إذ ترصد منظمات إنسانية نزوح آلاف العوائل من هذه المناطق فضلا عن رصدها معاناة أخرى للنازحين تتجلى بالمضايقات الإدارية والإجرائية من الجهات الرسمية في المحافظات الأخرى. رصدت منظمتنا هجرة أعداد كبيرة من العوائل في قرى وأرياف محافظة ذي قار في قضاء شبايش وسيد دخيل والفود والطار والعكيك لما يقارب 5000 عائلة طبعا منذ بداية تموز 2022 إلى يومنا هذا، والعدد في ازدياد. كذلك لاحظنا بصراحة هذا الهجرة يعني وجهت بعدم الاستقرار لدى المضيف، يعني في المحافظات المجاورة يعني لاحظنا عدم استقبال الأطفال في المدارس. ويحذر متخصصون من تغيرات ديموغرافية تواجه المحافظة، إذ ما استمر التردي في واقع المياه بمناطق جنوب ذي قار التي تعد من أهم مناطق الأنشطة الزراعية. توقفت شرايين الحياة هنا وغاب سرها عن هذه القرى، ولم يبقى أمام الأهالي إلا خياران،
أما الصمود أمام قسوة الجفاف أو الرحيل إلى أماكن تؤمن عيشهم. من قرى العبودة شمال الناصرية، أحمد السعيدي، يو تي في. أفادت وكالة رويترز بأن كلفة توقف ضخ النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي منذ شهرين تقدر $1.5 مليار، وأدى توقف تصدير النفط إلى تراجع إنتاجه بشكل كبير لمحدودية الساعات التخزينية في الإقليم. ونقلت رويترز عن متحدث باسم شركة جنرال إنرجي المشغلة لحقل طقطقة قوله إن الحقل لم يعد ينتج ويضخ لمنشآت التخزين، فيما خفض حقل خورمال إنتاجه إلى 50,000 برميل من 100,000 كان ينتجها قبل شهر. استأنف العراق نقل النفط الخام إلى الأردن بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية. وقالت مديرية النفط والغاز في الوزارة الأردنية إيمان عوادة إنه تم تحميل 105,000 برميل من نفط كركوك، وقد وصل منها 80,000 برميل وأفرغت في مصفات البترول الأردنية. وأوضحت عوادة أن استئناف التصدير استند إلى توقيع عقد في بغداد مؤخرا لتجهيز النفط العراقي الذي يسد 7% من الحاجة النفطية للأردن. الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في المثنى يخلف حالة من الاستياء الشعبي، وقد دفع أهالي قضاء الوركاء إلى الاحتجاج أمام مبنى دائرة الكهرباء ومحاولة اقتحامها لولا عفوا تدخل القوات الأمنية. يحاول محتجون اقتحام مبنى دائرة الكهرباء في قضاء الوركاء بمحافظة المثنى احتجاجا على تردي الواقع الخدمي لها في منطقتهم، لكن القوات الأمنية حالت دون ذلك. أما هنا فيضطر المحتجون إلى حرق الإطارات وقطع المدخل الرئيسي للمدينة للضغط على الحكومة المحلية لتنفيذ مطالبهم، مطالب تتلخص بتحسين واقع الكهرباء عبر تغيير خطوط الضغط العالي وتحويلهم من المحطة الكهربائية القديمة التي يتغذون عليها إلى المحطة الجديدة في القضاء. تغيير الخط الناقل 33 المتهالك أو العمل على صيانته بالمستوى المقبول. ثانيا تجهيز المنطقة بساعات التشغيل أسوة بالمناطق الأخرى في القضاء، يعني منطقة تشتغل بها 4 ساعات وإحنا ساعة ومتقطعة والفولتية 80، كارثة. ثالثا العمل على رفع الفولتية إلى المستوى المطلوب لتشغيل الأجهزة المنزلية. رابعا تغيير الأعمدة وصيانة الشبكة الكهربائية المتهالكة في منطقة الشهداء. أجهزة كهربائية احترقت عندنا، ثلاجات، شاشات بلازما، سبالد، مجمدات، كل العوائل صار عندها حرق بالأجهزة الكهربائية. لا تقتصر معاناة الكهرباء على منطقة دون أخرى، بل إن جميع مناطق المثنى تعاني من نفس المشكلة. فقدم شبكات الكهرباء يجعلها تتضرر مع أقل عاصفة هوائية، ما يتسبب في سقوطها وانقطاع الكهرباء أياما. بينما لا تزال مناطق في قضاء النجمي والكرامة والوركاء تعتمد على الأعمدة الخشبية في إسناد أسلاك الكهرباء. العمل جاري إن شاء الله على فك هاي الاختناقات، والوضع مسيطر عليه وجدا طبيعي بالنسبة للتوسع اللي موجود، لأن القضاء حاليا خطين ناقلين اللي هن 33، أضاف الخط الثالث إن شاء الله هو خط احتياط. تقول الحكومة المحلية إنها تسعى جاهدة إلى توفير ساعات تشغيل كاملة للمواطنين من خلال استحداث شبكات خطوط كهربائية جديدة، لكنها تصطدم مع السيطرة المركزية التي تحددها بساعات تشغيل وانقطاع ثابتة، ساعات يزداد انقطاعها مع كل صيف. عندنا هذا الاحتياج يعني يتوزع على الشبكة الوطنية، أضافة إلى التوسع، أضافة إلى مركز سيطرة وتحديد وتجهيز مركز سيطرة وحصة كل محافظة من إنتاج الطاقة الكهربائية، ومحددين بتوزيع المنظومة والقطع المبرمج. وشهدت مناطق في المثنى انقطاعا في التيار الكهربائي استمر يومين بسبب العاصفة الهوائية التي مرت بها المحافظة. من المثنى خليل بركات، يو تي في. إيران تقطع الغاز عن العراق وتربك حسابات الصيف، هذا الملف مع ناطق. إليك ناطق. شكرا رويدا. ينقطع الغاز الإيراني فيغرق العراق في ظلام، معادلة تظهر مدى هشاشة استقلال الطاقة في بلد يسبح على بحيرات من النفط والغاز.
وبالأرقام فإن إيران تمد العراق ب40% من حاجة الغاز المشغل لمحطات كهرباء تعمل به، إذ إن البنية التحتية لصناعة الغاز في العراق متخلفة بشكل لا يسمح معه باستثمار هذه الثروة في الوقت الراهن، وبالتالي يكون مصيرها الحرق في الهواء. احتياطي الغاز العراقي يقدر بأكثر من 130 تريليون قدم مكعبة، وحتى تعلن الحكومة عقود جولة التراخيص السادسة المؤمل أن تمنح العراق موطئ قدم في صناعة الغاز الطبيعي، ستتواصل خسارة مليارات الدولارات ويستمر الارتهان للخارج. إذن انقطاع الغاز الإيراني الأيام الماضية أربك الكهرباء في العراق، وذكر العراق بغازه وضرورة استثماره في أقرب الآجال بدلا من حرقه. ضمن هذا التقرير يتحدث خبراء طاقة ليو تي في عن أسباب تأخر استثمار الغاز. لأسباب فنية بحسب تبريرها تقطع إيران الغاز عن العراق مجددا وتربك حسابات الكهرباء مع دخول فصل الصيف، فتوقف الغاز الإيراني أدى إلى خسارة المنظومة نحو 1000 ميجاوات من إنتاجها، الأمر الذي أثر على ساعات تجهيز الطاقة. بقيمة 5 مليارات دولار سنويا تستورد بغداد الغاز من طهران لتشغيل محطات الكهرباء نتيجة لتخلف صناعة الغاز في البلاد. الغاز الجاف هو الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء في العراق، وبسبب تخلف صناعة الغاز الطبيعي في العراق اضطر العراق إلى استيراد الغاز الجاف من إيران، وبمبلغ يتجاوز بعض الأحيان 5 مليارات دولار. وبالتالي لو كان هناك صناعة غاز متطورة في العراق لأمكنه أو لكان بالإمكان استغلال الغاز المصاحب الموجود في العراق بدلا من حرقه. ما الذي يمنع العراق من استثمار غازه وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلا من الاستيراد وتركه يحرق ويلوث الهواء؟ سؤال طرحته يو تي في على خبراء الطاقة في جامعة البصرة للنفط والغاز، فكانت هذه الإجابة: لعدم توفر البنية التحتية، لعدم توفر التكنولوجيا، لعدم توفر الكوادر المتخصصة في هذا المجال، ولعدم توفر خطة واضحة واقعية تعمل على استثمار الغاز بالشكل الصحيح بما يخدم وينسجم مع الاتجاه العام الاقتصادي العراقي. أسباب أخرى ومنها الهواجس الأمنية التي تسيطر على كبريات الشركات الأجنبية أخرت العراق أيضا في تطوير صناعة الغاز الطبيعي، رغم امتلاكه احتياطيات تقدر بأكثر من 130 تريليون قدم مكعبة. المخاوف الأمنية، تعرف أن الوضع العراقي غير مستقر أمنيا واقتصاديا، يعني متذبذب، وهذا ما يأثر على الشركات خاصة باستثمار الغاز. يعني اللي يخسر مليارات، لأن احنا ما عندنا بنية تحتية مهيئة، فأنا أجي أخسر مليارات باكر وصار اللي صار من المخاوف الأمنية اللي يصير. فهذا أحد النقاط هم اللي الأساسية اللي يوقف الاستثمار. وبفعل الحرب الروسية الأوكرانية وما لحقها من عقوبات غربية على موسكو، فإن أسعار الغاز أخذت بالارتفاع، ما يضاعف خسارة العراقي جراء حرقه الغاز المصاحب لاستخراج النفط إلى نحو 5 مليارات دولار سنويا. بتفاهمات دولية يحاول العراق تحرير منظومة الكهرباء من الغاز المستورد فضلا عن استثمار غازه عبر توقيع مجموعة من العقود مع الشركات الأجنبية المختصة في هذا المجال. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة. عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز في البصرة سامي هاشم الساعدي قال إن استيراد العراق جزءا من حاجته إلى الغاز الطبيعي من إيران بيشكل ضغطا سياسيا واقتصاديا وبيئيا. إذن العراق يستورد ما يقارب 40% من احتياجاته من جار إيران بالخصوص، وهذا يمثل ضغط سياسي، ضغط اقتصادي وضغط بيئي. الضغوط السياسية من المجتمع الدولي لوقف الاستيرادات من إيران نظرا للعقوبات المفروضة عليها. الضغط الاقتصادي، الموارد الاقتصادية المهدرة اللي تقارب تقريبا 4 مليار دولار. احنا اليوم وقعنا عقود مع كل الشركات العالمية لإنتاج الكهرباء. هذه المحطات الكهربائية اللي تم التوقيع على إنشائها تعمل بالغاز. بالتالي تطلب من العراق إيجاد محطات استثنائية لاستثمار طاقة الغاز.
مع الأسف لحد الآن الجهود الحكومية جهود وزارة النفط لا تزال في بدايتها. استثمار الغاز المصاحب في العراق أصبح ضرورة ملحة لما يوفره من استقلال واستقرار في قطاع الطاقة، وما يمكن أن يضره على الخزينة من تريليونات الدنانير. كل ما يجب أن يعرف عن هذا الملف نتابعه في العرض التالي أعدته غرفة الأخبار، وأنتقل إلى علا علي. حياكم الله. استثمار الغاز من الملفات المعطلة في العراق منذ سنوات لظروف سياسية وأمنية. هذا الملف وضعته حكومة السودان على رأس أولوياتها في إطار تعهدات تضمنها البرنامج الحكومي، وتعمل على إنجازه ضمن مراحل عدة. استثمار الغاز المصاحب يعد من المشاريع الاستراتيجية أو المشروع الاستراتيجي الثالث على مستوى الشرق الأوسط، إذ وقعت حكومة السودان جولة خامسة من التراخيص مع شركات عالمية معروفة توفر عقودها ربع الغاز المستورد كخطوة أولى خلال مدة لا تزيد على 15 شهراً. ومن المؤمل أن تغطي عقود استثمار الغاز الحاجة المحلية من الوقود لمدة 3 أعوام بعائدات تصل إلى 10 تريليونات دينار، يتم تحويلها فيما بعد إلى قطاعات التربية والصحة والإسكان في إطار الإصلاح الاقتصادي. وبحسب قرارات مجلس الوزراء فإن الحكومة ستطلق قريبا جولة سادسة من التراخيص تتضمن استهداف رقع وحقول للغاز الطبيعي للمرة الأولى، ليدخل العراق السوق بقوة منتجا وملبيا حاجته ومصدرا. مشروع الغاز إذا استمر تعطيله فإن العراق سيتكبد خسائر مالية بمليارات الدولارات بسبب الاعتماد على الاستيراد في تأمين الحاجة المحلية المرهونة بتدفقات الأنابيب من الجوار. في هذا الوقت ينضم إلينا الآن من البصرة مباشرة المختص بالشأن الاقتصادي والطاقة الدكتور أحمد صدام. أهلا بك دكتور. إذن بمجرد قطع الغاز الإيراني عن العراق هناك أصبح إرباكا في الكهرباء داخل البلد. ليس من المفترض وجود بند يلزم إيران بإبلاغ العراق بأي موانع تعطل توريد الغاز؟ شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك وللمشاهدين الكرام. نعم بالفعل، يعني هذه مساوئ الاعتماد على الخارج في استيراد الغاز. الآن إيران نفسها تواجه مشكلات في قطاع الغاز، وحاجة إصلاح وتطوير قطاع الغاز الإيراني يحتاج إلى ما يقارب 22 مليار دولار للإبقاء على مستوى الإنتاج الحالي بسبب انخفاض مستوى الضغط في الغاز الإيراني والحاجة إلى تطوير الحقول. وبالتالي هناك مشكلة، وبسبب العقوبات المفروضة على إيران فمن المتوقع أنه خلال 4 سنوات المقبلة سوف يكون هناك انخفاض في مستوى الإنتاج مقابل زيادة في مستوى الاستهلاك المحلي والصناعات القائمة في إيران. كل ذلك يعني ينبئ بالحاجة الكبيرة في العراق إلى استيراد الغاز أو استثمار الغاز المحلي بشكل أمثل، بحيث يخلصنا من مشكلة ممكن أن تواجهها إيران في المستقبل. هناك بعض المصادر تشير إلى أنه ربما تتحول خلال 5 سنوات إيران إلى مستورد الغاز من تركمانستان أو من روسيا أو من دول أخرى بسبب هذه المشاكل وبسبب العقوبات وبسبب عدم وجود تكنولوجيا ممكن أن تطور الغاز. وبالتالي هذا يشكل تحدي كبير أمام الحكومة المحلية، ويبقى الأمر مرهون بيد السياسة الاقتصادية في كيفية استثمار الغاز في الداخل. طيب دكتور، السياسة كما هو معلوم في الجولات الأربعة السابقة لم يعني تهتم كثيرا بمستوى إنتاج الغاز، فقط في الجولة الخامسة يعني هناك تقديرات تشير. دكتور، يعني مع كل هذه الظروف والمشاكل ماذا يعني تمديد عقد توريد الغاز الإيراني؟ كيف رح يؤثر بجولات تراخيص استثمار الغاز العراقي في المستقبل؟ تمديد العقد العراقي الإيراني لاستيراد الغاز لخدمات أخرى هذا ينسجم مع الخطة الاقتصادية العراقية. يعني وزارة النفط نفسها أعلنت أنه استثمار الغاز في العراق يحتاج من 4 إلى 5 سنوات حتى يكون هناك اكتفاء ذاتي.
هذا طبعا مع افتراض استمرار الظروف الاقتصادية والوضع السياسي القائم وعدم وجود تغييرات في حال حصول أي تغير سياسي في العراق، وأعني عدم وجود تغيير في الخطة الاقتصادية الرامية إلى إنتاج ما يقارب من 35 إلى 40 مليون متر مكعب يوميا في الجولة الخامسة وما والملحق في الجولة الخامسة وما يسمى الجولة الخامسة بلاس، التي أضافت ما يقارب 9 حقول نفطية ممكن أن ترفع من مستوى إنتاج الغاز في العراق، ولكن كل ذلك مرهون بمستوى تحقيق هذه الخطة على أرض الواقع. إذا ما تم تحقيق هذا الأمر على أرض الواقع، هذا أكيد ممكن أن يخلص العراق من مشكلة الاعتماد على الغاز الإيراني. طيب. أو المشكلة المتوقعة هذا في هذا الغاز الكلام الإيراني أساسا. هذا الكلام ورأينا ذلك مسبقا. طيب. في فصل الشتاء السابق دكتور يعني ينحسر مستوى الإنتاج بشكل أكبر. يضطرني نعم. أضع في زاوية سؤال معين، الحجج الأمنية، تخلف البنى التحتية، هل هذه أسباب ترقى إلى درجة منع استثمار العراق لغازه الطبيعي؟ لا، المسألة مرهونة بمستوى دور التسهيلات التي يقدمها العراق. الآن تم الإعلان عن استثمار الغاز في الجولة الأخيرة، وأعتقد سوف يتم فتح العطاءات في منتصف الشهر المقبل 15/6. بعد ذلك ربما يتم الاتفاق مع الشركات التي تنسجم معها وتنطبق عليها الشروط المطلوبة من قبل وزارة النفط. هذه ممكن أن تكون بداية حقيقية، ولكن الأهم من كل ذلك هو الاستمرار في استثمار الغاز بحيث ممكن أن يسد الحاجة المحلية تدريجيا. يعني كما تعلم لا يمكن اليوم سد الحاجة بشكل مباشر، وهذا ما هو معلن، هناك حاجة إلى 5 سنوات، ولكن كل ذلك وفق خطة ووفقا لظروف العراق والتقلبات والخلافات السياسية ممكن أن نتوقع أن يستمر أمد هذا الاستمرار بشكل أكبر، وبالتالي يستمر الاعتماد على الغاز المستورد. طيب دكتور، هذا أكيد يلقي بظلاله على إنتاج الطاقة واستقرار الطاقة الكهربائية في العراق، يعني التي تعتمد بنسبة 70% محطاتها على الغاز المستورد. هذه التعاقدات مع الحكومة العراقية ومسألة التي تضع ضمن جولة التراخيص الخامسة، متى نراها تبدأ بالعمل؟ هذا مرهون بمستوى ما تصرح به وزارة النفط. يعني كما ذكرت أنه في منتصف الشهر المقبل سوف يتم الإعلان عن مستوى الشركات المقدمة، وهذا أكيد يحتاج إلى تفاوضات، وبالتالي يحتاج إلى عقود حقيقية على أرض الواقع يتم إبرامها ما بين الشركات المنفذة ووزارة النفط العراقية باعتبارها الجهة الممثلة للحكومة. بعد ذلك أكيد يتم تحديد وقت للتنفيذ، هذا ما هو معلن. كل هذه الأمور أكيد تستلزم الكثير من الوقت، تستلزم الكثير من النقاشات والمفاوضات، وبالتالي يفترض أن يتم الأخذ بنظر الاعتبار. نعم. وأقصد صاحب القرار في العراق أن يأخذ كل هذه التطورات على أرض الواقع. مستوى الاستيراد لا يمكن أن يدوم طويلا، التقلبات في إيران لا سيما في فصل الشتاء. نعم. كلها عوامل مؤثرة على الواقع العراقي وعلى مستوى استقرار الطاقة الكهربائية التي. نعم. بدورها تقود في التأثير حتى على عدم استقرار الواقع السياسي، ورأينا سابقا المظاهرات التي حصلت بسبب انقطاعات الكهرباء. هذه المسألة مهمة وحساسة جدا، وبالتالي يفترض أن. نعم. تكون هناك نية حقيقية واتجاه وتوجه حقيقي استراتيجي يأخذ بنظر الاعتبار كل هذه المتغيرات على أرض الواقع. مباشرة من البصرة المختص بالشأن الاقتصادي والطاقة الدكتور أحمد صدام، شكرا جزيلا. أخيرا مع النشرة الجوية،
نهاية النشرة، إلى اللقاء.